السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها المشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الجديد بكل جرأة. هذا البرنامج الذي سنتناول فيه العديد من القضايا الحساسة والهامة والجريئة والاجتماعية. في هذا البرنامج اخترنا لكم مجموعة من المواضيع الهامة والاجتماعية سنناقشها بكل جرأة تفصيلية، سنناقشها بكل جرأة لكم، سنقدم لكم كثيرا من الحلول، ولكن سنكون أكثر جرأة في الحديث عن هذه القضايا الاجتماعية الأسرية التربوية. في برنامج بكل جرأة لن نتحدث بالمجاملات بقدر ما نتحدث بالحقائق، لن نتحدث بالتجميل الأشياء، ولكن سنتحدث بالأرقام الصادمة التي قد تكون صادمة لنا في المجتمع. أيضا في هذا البرنامج المباشر، وهو لأول مرة يكون مباشر معكم، سنستقبل اتصالاتكم، سنستقبل أيضا تعليقاتكم عبر صفحة جامعة النجاح وأيضا فضائية النجاح الوطنية، واتصالاتكم عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة. موضوع هذه الحلقة سيكون عن العنف، وتحديدا العنف الأسري. حينما نتحدث عن العنف الأسري نتحدث عن قضية هامة وحساسة وخطيرة، العنف الأسري، الضرب والاضطهاد الذي يتعلق في الأبناء والذي يتعرض له أبناؤنا يوميا. وسؤالنا لكم في هذه الحلقة: من يمارس العنف أكثر، الأب أم الأم، الزوج أم الزوجة؟ من يمارس العنف أكثر في مجتمعاتنا؟ هل الذي يمارس العنف في مجتمعاتنا الذكور أم الإناث؟ سنقول في هذه الحلقة عن كثير من القضايا والبرامج، وأيضا سنكون لدينا ضيوف عبر الاتصالات الهاتفية. كما قلت سأستقبل تعليقاتكم أو حتى مكالماتكم الهاتفية، ولكن دعوني في هذه البداية نتحدث عن موضوع العنف وبكل جرأة لنقول أين نحن في العنف الأسري. والرسالة اليوم ستكون ابتداء من الأمهات، وقد يعترض بعض المشاهدين الكرام: لماذا ستبدأ مع الأم؟ لماذا ستبدأ مع الزوجة؟ لماذا ستبدأ مع الأم؟ الدراسات أيها الكرام والإحصائيات الفلسطينية تقول أن 66% من العنف النفسي هي تمارسه الأم على الأبناء، وهذه أرقام قد تكون صادمة، أن الممارسة النفسية في الاعتداء أو الاضطهاد أو العنف النفسي كما يقال هي تمارسه الأم للأسف الشديد في مجتمعاتنا. الأب في الممارسات العنف النفسي أيها الكرام، الممارسات هي التي يمارسها من؟ الأباء. 55% من العنف النفسي يمارسه الأباء، ولكن أكثر الممارسين للعنف النفسي هم الأمهات. وهذه رسالة اليوم لكم: ما هو العنف وما هو تعريف العنف؟ العنف هو كل لفظ أو قول أو تعبير أو اعتداء يمارس على الأبناء أو في المجتمع. ولما نتحدث عن العنف نتحدث عن كل وسيلة يتم استخدامها، سواء كانت عنفا لفظيا أو عنفا نفسيا أو عنفا جسديا. وهذه قضية حساسة على فكرة، لأنه في كثير الناس بيعتبر العنف فقط متعرض أو متعلق بس بالضرب، يعني أنه بتضرب ابنك وبتمشي الأمور. لا، العنف الحقيقي هو الذي يتعلق أيضا بالعنف النفسي اللفظي الاضطهادي الذي بيمارسه الآباء والأمهات. العنف اللي ممكن يكون فيه اعتداء ويكون فيه أيضا تعبيرات لفظية وكلامية، وللأسف الشديد ما يمارس على أبنائنا اليوم أمر خطير جدا. قد يعترض بعض الناس أنه نعم صحيح في عنف في البيت وفي عنف في الأسرة، كمان في عنف في المدرسة وكمان في عنف في المجتمع. هذا العنف الموجود هل هو ظاهرة أم أنها مشكلة فقط اجتماعية؟ صراحة بدنا نناقش الموضوع بكل جرأة ونقول أنه لا، في عنا ظاهرة حقيقة في مجتمعنا، العنف موجود في البيت، اللي بتحمل المسؤولية حقيقة الأب والأم، ومن يمارس العنف النفسي من خلال الإيماءات وطريقة التواصل السلبي هي الأم أكثر من الأب للأسف الشديد، وإن كان أيضا الأب والأم يتحمل المسؤولية. ولكن كما قلت سنكون جريئين في هذا الموضوع، لأنه في النهاية لما نتحدث بجرأة نتحدث من يتحمل المسؤولية. أولا نحن نتحمل المسؤولية كمجتمعات، كل واحد فينا أيها الكرام هو الذي يتحمل مسؤولية هذا العنف، لأنه في النهاية للأسف الشديد صمتنا سكوتنا هو اللي بيخلينا للأسف الشديد يعني غير قادرين على التواصل، غير قادرين على التفاعل، غير قادرين أيضا للأسف الشديد على الحديث عن موضوع العنف. خلينا نحكي بكل جرأة في موضوع العنف، وتحديدا هذا العنف اللي بيمارس على أبنائنا. ما هي النتائج اللي بيتعرضوا لها أولادنا يا جماعة الخير؟ شو مشكلة إني أنا أسب ولا أشتم على ابني؟ يعني أنت كمان يا دكتور بدك تشد علينا بهاي الموضوع؟ وهذه دائما من التساؤلات اللي بتكون عند بعض الآباء والأمهات، إنه يعني كمان بدكم تشدوا علينا في هاي القصة، إنه يعني إذا شدينا على الأولاد ولا كف صغير بيأثر عليه. اسمعوني منيح وشوفوا شو بدي أحكي لكم أيها الكرام مشاهدينا متابعينا أيها الكرام.
الأبناء الذين يتعرضون إلى العنف اللفظي هم أكثر عرضة بستة أضعاف من الأبناء اللي هم أقرانهم في الأمراض النفسية. يعني أنا ممكن حينما أمارس العنف على ابني، أمارس العنف على بنتي، أنا بأهله وللأسف بجهزه أن يكون معرض لأمراض نفسية. وأول مرض ممكن يتعرض له ابني الاكتئاب النفسي للأسف الشديد. إحنا كثير مرات ما بننتبه على حالنا كآباء أو كأمهات من خلال وسائلنا وطرقنا وتعاملنا مع أولادنا، ما بنركز كيف نتعامل مع أولادنا، ممكن نعتدي ونضرب ونضطهد. هذا العنف اللي ممكن نمارسه، الكف الصغير اللي بتسميه وكلمة بسيطة وأنا بمزح معه وأنا بلاطفه، طبعا للأسف الشديد هذا الخطر الشديد اللي بيكون عند الآباء والأمهات، إنه والله ليش أنت بتتعامل مع ابنك بهذه الطريقة، ما أنا بدي ربيه. أحكيها بصراحة وبكل جرأة، إحنا أغلب الآباء والأمهات غير مؤهلين للتربية. ما يمارس اليوم في بيوتاتنا، ما يمارس اليوم مع أبنائنا، يؤكد أنه أكثر أو أغلب الآباء والأمهات هم غير مؤهلين في التعامل مع أولادهم. للأسف الشديد جرأتنا لازم تكون واضحة معكم. ما نراه اليوم من اعتداءات ومن مشاكل ومن عنف في حتى في المجتمع يؤكد لنا أنه في مشكلة في التربية وفي مشكلة في داخل البيت. حتى نضبط الإيقاع ونكون قادرين على التعامل السليم والسوي مع أولادنا، لازم ننتبه على أنفسنا كآباء وأمهات. نحن من يتحمل المسؤولية، إحنا اللي متحمل المسؤولية مع أولادنا، إحنا اللي منمارس هذا الاعتداء والاضطهاد والاستبداد. لما منكون للأسف الشديد عنيفين في الحديث، في الكلام، في اللفظ، في طريقة التعامل، في إيماءاتنا الجسدية، إحنا ندمر أبنائنا تدمير غير عادي، منأثر عليهم تأثير غير عادي يا أخواننا، وبيكون هذا التأثير للأسف الشديد مدمر لنفسياتهم، مدمر لبناء شخصياتهم. ما يعني خلينا نحكي بكل صراحة، يعني ما تزعلوش لما أجي أقول لكم إنه الأبناء اللي بتعرضوا لهذا الاضطهاد هم غير قادرين على أن يكونوا مستقرين نفسيا في حياتهم. للأسف الشديد أكثر ما يزعج أيضا إنه الأبناء اللي بتعرضوا للعنف اللفظي أو الجسدي كمان بيأثر في بناء شخصياتهم في المجتمع، في التعامل، في التواصل. حتى نحط النقاط على الحروف، إحنا ما نتحمل المسؤولية. أنا وإنت عزيز المشاهد، عزيزة المشاهدة، كل واحد فينا هو بتحمل المسؤولية. خلينا نكون جريئين مع بعض ونبدأ نعالج أنفسنا، لأننا إذا تحملنا المسؤولية بشكل خاص إحنا بنقدر نخفف شوي من هاي الظاهرة ونحمي أبنائنا من أن يكونوا الضحايا للأمراض النفسية، نحمي أبنائنا من أن يكونوا الضحايا للاعتداء والاضطهاد والاستبداد والعنف الجسدي اللي هو أخطر، لسه ما حكيناش على العنف الجسدي. الدراسات تقول أن الأبناء حينما يتعرضون للعنف اللفظي هناك جروح نفسية. نعم الجروح الجسدية ممكن تشفى، تطببها، بتحط لك شاشة عليها وبتطيب، ممكن الجروح الجسدية توقع وتتعالج، تنكسر وتتجبصن، ولكن الأخطر أيها الكرام الجروح النفسية، وهي التي تكون بالألفاظ العنيفة والألفاظ النفسية السيئة اللي بتأثر في أولادنا وفي بنيتهم، بتأثر في أولادنا وفي علاقاتهم، بتأثر في أولادنا وفي نفسياتهم، وبتخرج لنا جيل معرض للعنف، وللأسف هو كمان جاهز أنه يمارس العنف على أولاده. فلأنه القضية فيها تبادلية، لأنه زي ما تربينا على العصاية والكف والشلوط، وسامحوني بدنا نربي أولادنا بهذه الوسيلة. لأنه للأسف كثير من الناس بتسمعهم بقول لك ما هيك آبائنا ربونا، ما هيك الختيار ربانا بالضرب، وربانا بالعصا، وبربانا بهذا الاعتداء، وبتصير مرات قناعات عند الناس. الخطير في الموضوع يعني أيها المشاهدين، الخطير إنه في ناس بتقبل وبتفهم وبقول لك مظبوط، إحنا لازم يعني إحنا منعاني معاناة غير عادية من هذا الموضوع. يعني هو بيقبل يا أخواننا، بيقبل، وهذا الأخطر، إنه يمارس هذا العنف عليه، وهذا القشية اللي هي الخطيرة. يعني أنا موافق إنه يمارس العنف عليه لأنه أنا مقبل، لأنه أبوي ضربني، أمي ضربتني، أختي ضربتني، أنا تربيت على الضرب، الختيار بكى يضربني، جدي بكى يضربني، ستي بكت تضربني، وكأننا نقبل هذا العنف، وهذا الخطر في مجتمعنا. الخطر الشديد، وبكل جرأة نقول إنه لا، لابد أن يتوقف هذا الأمر. إحنا ما يؤثر على مجتمعاتنا وبنيتنا الاجتماعية اليوم إنه منقبل ومستعدين نتفهم إنه هذا هيك ربونا آبائنا، ربونا على الضرب، ربونا على الاضطهاد. إحنا شو بدنا نطلع؟ أكيد بدنا نمارس هذا العنف على أولادنا. شو بدنا نطلع؟ بدنا نمارس الاضطهاد.
لذلك بيصير عندنا السباب والشتائم. بجوز بعض الآباء ما بيعرف إنه مسبتك أو شتمك لابنك هو عنف لفظي. بجوز بعض الأميات ما بتعرف إنها بتدعي على ابنك أن تمارسي عنفا نفسيا على هذا الابن. آه بدي على ابني آه. في بعض الأميات يا جماعة الخير بتقعد تدعي على أولادها، ولما الولد لا سمح الله بصير في أي مصيبة أنت ما يتحمل المسؤولية. دعواتك وعدم إدارتك للموضوع بشكل سوي وسليم هو بيجعل ابن ضحية. دعواتك اللي بتدعيها على أولادك بطريقة عشوائية غير متزنة لعجزك عن التعامل معه، لضعفك للتواصل معه، لعجزك في التفاهم مع ابنك أو بنتك، هي راح تخليه ضحية هاي الدعوات. وممكن يكون للأسف الشديد كمان هذا الطفل موجود في المجتمع وبيعاني معاناة غير عادية من الاضطهاد اللي تعرض له. للأسف هذا الخطر الشديد اللي بيعانوه أولادنا، هذا الأثر النفسي اللي بيعانوه أولادنا هو سببه إحنا، سببه الأم والأب الغير مؤهلين في التعامل مع أولادهم. للأسف الشديد أنا ممكن أروح أشتري لبسة مرتبة وسيارة، كل واحد فينا لما بيروح يشتري سيارة بيسأل له 50-60 واحد، وبروح على أكثر من معرض وبهتم يسأل ويتعلم ويفهم. لا، أنت قبل ما تقود السيارة أصلاً بحاجة لتاخد رخصة، وبتروح بتاخد دورات وبتاخد دروس وبتدفع فلوس، وممكن تسقط أول تيست وتاني تيست وتالت تيست عبين ما تكون مؤهل لسياقة المركبة أو قيادتها. وممكن لما تبدأ شوي شوي ودادة دادة وشوي شوي على سيارتك، وبتكون حريص عليها وبتنظفها وبتزبطها وبتجيبها من أحسن ماركات. بس الأمر لما يكون متعلق في أولادنا لا، مش مشكلة خلف وإرمي، معلش صيح عليه وبهدى، هت على الولد فبيجلس. بصراحة إحنا اللي لازم نجلس، إحنا اللي لازم ننتبه على حالنا كآباء وأمهات، إحنا لازم نكون للأسف واقفين مع أنفسنا. اهتمينا بالسيارة واهتمينا نأخذ رخصة للسيارة، اهتمينا أنه نترخص ونأخذ هذا الترخيص مشان يأهلنا لنقود هاي المركبة أو هاي السيارة في داخل الشوارع، لكن ما تأهلنا لنتعامل مع أولادنا، ما ترخصنا لنتعامل مع مجتمعاتنا ومع بيتنا. وبدل العنف جزء أنا شوي ركزت كثير على الأبناء لأنهم فلذات الأكباد، ركزت شوي على الأبناء لأنهم الضحايا اللي بتعرضوا للعنف، لأنه زي ما حكينا الجروح النفسية اللي بتكون في حالتهم، الاعتداء اللي بتم عليهم، البكاء اللي بنشوفه في عيون الأطفال، وكمان العنف اللي بنشوفه في بعض المدارس اليوم. الأبناء هدول اللي بيمارسوا العنف يا جماعة الخير هو مورس عليهم العنف. الدراسات تؤكد والعين المشاهدة تؤكد، وكل واحد فينا بيعرف إنه الابن أو البنت اللي بيمارس عنف في مدرسته، التنمر أو الاعتداء أو التطاول على زملائه أو التطاول حتى على أستاذه أو التطاول على المجتمع، هذا الطفل تعرض إلى عنف. هو ما تعرض للعنف بشكل بسيط، لا، هو تعرض إلى عنف شديد مما جعل لدينا ضحايا في المجتمعات. صرنا نسمع طالب ممكن يعتدي على معلمه، صرنا نسمع ممكن طالب يتطاول على معلمه، صرنا نسمع عن قصص عجيبة وغريبة، طالب ممكن يرفع سكين على معلمه، وممكن يشتم معلمه، وممكن يجتمعوا مجموعة من الطلاب ويعتدوا على معلمهم خارج بيئة المدرسة. كل هذا ليش؟ لماذا ذهب الطالب إلى هذا السلوك؟ نحكي بكل صدق بكل جرأة، هذا الابن بالأغلب هو تعرض للعنف، هو مورس عليه العنف في بيته، هو أكل كفوف والضرب والطهد ونسب ونشتم في داخل بيته قبل ما يطلع هذا النتائج. إذن هو مورس عليه العنف. إحنا مرات مجتمع مجامل، منجمل الأشياء ومنداديها، وإحنا بنعرف كلياتنا مرات عدم جرأتنا بتخلينا للأسف لا نعالج المشاكل بشكل سوي وسليم، وبنصير عندنا نتطلع على النتائج. عدم جرأتنا بيخلينا مرات جرأتنا الصادقة والسليمة، وهذا اللي بهمنا في هذا البرنامج، جرأتنا المتزنة المبنية على حقائق وأرقام وكمان صدق في اتجاه تعديل سلوك أبنائنا. لأنه إحنا للأسف لا نمارس هذه الجرأة، نمارس التطاول، نمارس الاضطهاد، بصير أولادنا يعتدوا. وطبعا ممارسات كثيرة في ثلاثي هدام مرات بتمارسه الأم وكمان بمارس الأب. من أخطر هذا الثلاثي أنه يدمر النفسية، بل يبني بناء سلبي في أولادنا وبيدمرهم وبيعملهم يعني ناس غير قادرين على الوعي وغير قادرين على الإدراك. ما يمارس اليوم على أولادنا يا كرام ثلاثي هدام: اللوم، المقارنة، الانتقاد. مين فينا في البيت ما بلوم أولاده؟ مين فينا ما بنتقد أولاده انتقاد لاذع؟ لا،
تعالوا شوفوا قديش الأميات بتمارس الدور في موضوع اللي للأسف المقارنة بالآخر. هذه الوسائل أو هذه الثلاثية هي ستدمر أبنائنا تدمير غير عادي وبتجعلهم ضحايا غير عاديين. إحنا طبعا حتى نقدر نتواصل بشكل سليم وسوي ونقدر نحط إيدينا على الجرح ونشوف شو الإشي المؤلم في مجتمعنا وكيف ممكن نصف المشكلة مشكلة العنف في المجتمع وتحديدا بالأسرة. إحنا يعني معانا على الاتصال الهاتف الدكتور شادي أبو الكباش. نرحب في الدكتور شادي أبو الكباش. يسعد مساك دكتور شادي. يسعد مساك دكتور محمد. مسل يعني أنا بدي أمسي عليك مرة أخرى دكتور شادي أبو الكباش المحاضر الجامعي في جامعة النجاح الوطنية وتحديدا قسم علم النفس. يسعد مساك. حديثنا اليوم دكتور شادي في هذا البرنامج الجريء، وأنا أعهدك كمان أنك شخص جريء في الحديث عن القضايا المؤلمة في هالمجتمع. بدنا نحكي عن موضوع العنف في الأسرة تحديدا. دكتور شادي، مين بيمارس العنف أكثر، الأم ولا الأب؟ والله ما يعني أول شيء مساء الخير لك ولل يسعد مساك جميعا صديقي. والله ما في يعني ما في حد بقدر يحدد لك من بيمارس العنف أكثر. أنا طبعا متابع لكل اللي حكيته قبل شوي، ما شاء الله عنك يعني ما أغفل شيء يعني أجد. بس الفكرة هي القضية بالعنف الأسري هو أسباب، أنت كان الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة، نعم، هي نتاج مجموعة أسباب، وهذه الأسباب إما تكون مرتبطة بالشخص نفسه أو مرتبطة بالتنشئة الاجتماعية القادم منها أساسا، أو مرتبطة بالإشي اللي هو دائما بيكون مخفي، مشكلة المشاكل النفسية أو الاضطرابات النفسية اللي بعاني منها كان كزوج أو زوجة. أحيانا زي ما حكيت أنت ممكن يكون العنف الأسري الموجود أو سبب العدوان أو العنف هو إسقاطات موجودة عند الزوج أو الزوجة، نعم، بسبب ضغوط موجودة أو إحباطات متتالية مر فيها الزوج في حياته، إما كانت قبل الزواج أو أثناء الزواج، مرتبطة بطبيعة العمل أو بالوضع الاجتماعي الصعب أو الظروف الصعبة اللي بعيشها في ضمن إحنا شايفينه اليوم من أحداث عامة يعني. فبالتالي ممكن يكون هو إسقاط، وأنا ما بعرف كلمة إسقاط هون إنه هو يعني مش بقصده يكون عنيف هذا الشخص بقدر ما هو مضغوط بشكل كبير جدا، إن كان زوج أو زوج. وأنا بحكيش هذا مبرر، ولكن إحنا نفسيا ممكن نتعامل معه كرد فعل أساسا. نعم. كيف بتكون الناس العنف الموجود عند الأفراد نتاج ضغط هو مورس عليهم. قبل شوي بتحكي إنه الأطفال هم العنيفين اليوم في مدارسهم، هم مورس عليهم ضغط عنف في بيوتهم بشكل أو بآخر. نعم. وأيضا الأب والأم العنيفين اليوم هم أيضا يمارس عليهم دائما. لما بيصير في عدوان، العدوان أشكال زي ما حكينا مرة من المرات، هو موجه وغير موجه. وبالتالي هذا الزوج اللي يسقط عليه مثلا، خلينا نحكي، أو الواقع عليه عنف من قبل مديره أو من قبل زملائه في عمل أو في مكان ما أو ضمن ظروف معينة، ما بيستطيع يواجه هذا العنف مباشرة، فبروح على الحلقة الأضعف اللي هي البيت، وبالتالي بيصير رد الفعل عنيف جدا في التعامل مع الزوجة أو التعامل مع الأبناء. وهذا الكلام ينطبق بشكل أو بآخر على الزوجة أيضا، وبالتالي ممكن يكون. طيب دكتور شادي، بهمني نقطة نركز أنا وياك على نقطة كثير خطيرة في موضوع العنف، تحديدا إذا بتتحدث عن العنف الأسري. إحنا قلنا قد يتحمل أطراف متعددة تنشئة، قد يكون في البيت، قد يكون أم وأب، ولكن هذا العنف تحديدا أنت أشرت على قضية خطيرة، إنه الضغوطات النفسية اللي ممكن يتعرض لها الابن أو الزوج أو الزوجة ممكن تولد حالة العنف. السؤال، ما هي الآثار اللي ممكن يعني خلينا نقول المجتمعية ابتداء أو حتى على النفس اللي ممكن الإنسان اللي بمارس هذا العنف، شيء المخاطر اللي بتتعرض لإلها إذا شخص مارس العنف، أو كمان الذي مورس عليه العنف، شيء الأخطار اللي ممكن يتعرض لها الشخص اللي مارس أو الذي مورس عليه العنف؟ أنا بس سألت السؤال، قصدك بالأخطار النفسية طبعا، النفسية والاجتماعية، الأثار النفسي. يعني شوف، يعني كثير من الدراسات تشير أنه رد الفعل الطبيعي للإحباط أو أحد ردود الفعل الطبيعية للإحباط هي العنف أو العدوان. ف مشاكل الإحباطات اللي بتصير هي بتودينا للعدوان هون. هلأ قضية إنه شو بيصير على الشخص نفسه الواقع عليه العنف، وهون قصدك السؤال؟ صحيح صحيح صحيح. اللي واقع عليه العنف هذا يعني بيأثر بشكل كبير على مستوى، يعني خاصة بدنا نحكي عن الضحايا اللي طرحت لهم قبل شوي، أنت لهم الأبناء، مشكلة كبيرة جدا إنه فيش على مستوى شخص، أو بأثر بشكل كبير جدا على مستوى شخصية الطفل نفسه. وهذا الإشي يعني ممكن يطلع أن أبناء لهم علاقة مثلا منسحبين أو منطويين أو عندهم خلينا نحكي اندفاعية أكثر من اللازم،
ممكن يكون في يتطرقوا لمشاكل اكثر لها علاقه ب يعني خلينا نحكي بالاعتداء على الاخر، زي ما حكيت قبل شوي في وعندنا في تنمر، التنمر بوديك على التحرش، التحرش بوديك على مشاكل اكبر من هيك. يعني كلها هاي نتاجات او يعني سببها وقع او واقع عنف معين على الفرد نفسه. ايضا الزوجات كمان في بعض المجتمعات او بعرف مجتمعنا قديش موجود هذا الكلام، ما زال العنف، الزوجه التي يقع عليها عنف من قبل زوجها واحيانا من قبل ابنائه، العنف اللفظي او العنف غير مباشر ممكن بشكل او باخر، هذا ممكن يوديك لزوجه منسحبه او زوجه منطوي، ممكن يسبب لها مشاكل نفسيه، والمشاكل النفسيه تؤثر على اداءاتها بشكل عام او بتوديها على اماكن مش صح في بعض الاحيان، او ممكن يكون اضطرابات لها علاقه مثلا بحاله الدخول بحاله من القلق او بحاله من الاكتئاب في بعض الحالات. حالات الاكتئاب بتعرف بتوديك على انواع ثانيه، ممكن توديك على حالات او محاولات انتحار او شيء من هذا القبيل. فواقع العنف على الشخصيه يعني بليغ جدا او اسف بالغ جدا، بيكون اثره يعني من الاثار اللي صعب انك انت تتخلص منها، بصير بدنا نتعالج او نتعامل في علاجات لها علاقه بشيء بنسميها بي تي اس دي البوست تروماتيك ديسوردر او ستريس ديسوردر، اللي الاضطرابات ما بعد الصدمه او ما بعد الازمات هذه بتصير مع الافراد. وبالتالي العنف خاصة على الأطفال يعني لأنه شخصياتهم ما تزال هشة وهم بحاجة لبناء هاي الشخصية أو البنية النفسية القوية، العنف بهد أكثر يعني وبوديك على أماكن أنه صعب معالجة في هذا الوقت. طيب دكتور شادي، يعني أنا بدي أشكرك على اللي تفضلت فيك شيء مهم جدا، ولكن بعد إذنك خلينا كمان نشير لقضية كثير مهمة في المجتمع. إحنا حكينا تنشئة ثم تفضلت وقلت الآثار اللي ممكن تترتب على على الزوج أو على الأبناء. الصراحة ببرنامجنا بدنا نكون جريئين شوي، ايش الحل؟ احنا دائما بنحكي انه في عنف، بنقول العنف بانواعه، العنف بتفاصيله اللي ممكن نسمع فيها، بنقول مرات تنشئه وغيره وغيراته. انت كمختص بنهايه ومحاضر جامعي في هالموضوع، وتحديدا من القضايا اللي ممكن تشاهدوها او تطلعوا عليها، وانا بعرف انت يعني بحسب عملك يعني بتمر عليك كثير من الحالات اللي انت بتشتغلوا عليها، حتى كمان في برامج الماجستير وغيرها في الجامعه. ما هو الحل؟ شو الاشياء اللي ممكن نعملها كمجتمع حتى نكون ناس دائما نطرح، يعني بما انه جريئين في التشخيص خلينا نكون جريئين كمان في طرح الحلول حتى الناس تعرف شو المطلوب منا كلياتنا. يعني انت اجيت على الوجع هلا يعني بصراحه، وانا الوجع مهمنا كثير هالوجع عشان نكون جريئين مع بعض فيه. بالضبط، انه هذا الموضوع دائما احنا بنحكي فيه كثير، احنا بنحضر ورش لها علاقه في تمكين المراه ووضع المراه الوقت تقع تحت عنف معين، وكيف ممكن يساعدها المجتمع وكيف ننشلها من هذا الواقع ونجي لها مؤسسات امنه او مؤسسات حاضنه مش عارف ايش. فانا يعني دائما مشكلتي مع هذول الناس اصحاب، يعني مع كل الاحترام اللي بيعملوه، انه عشان انت توقف الاستجابه اللي بتصير اللي مرتبطه بالعنف الواقع على المراه نفسها او انه كيف ممكن تمكنها، لا امنع الرجل انه يكون معنف او امنع الطرف الاخر كيف سن قانون معين او يكون في تشريع معين لقوانين صارمه، قوانين تقع او يعني تجرم الشخص المعنف او تكلفه بغرامات معينه، او انه يعني بمعنى اخر انه يستطيع الشخص اللي واقع عليه عنف انه يشتكي او انه اذا حدا عرف فبالتالي ممكن هنا يمتنع عن تكرار السلوك مره اخرى، انه في عقابات صارمه، لانه بتعرف انه مشكلتنا اليوم انه انا بحكي بشكل عام في العنف خاصه في عنف الاسره، الزوجه بتستحي تروح تشتكي او طبعا تستحي لانه بصير في مشاكل مرتبطه يعني ممكن بسمعتها وسمعه اولادها وسمعه زوجها، هذا الخجل، وهذا خجل صفه مرضيه مش صفه صحيه على كل حال، هذا بودينا انه الناس تسكت اكثر على حقوقها فبالتالي صار في مشاكل. طيب انا بدي اشكرك دكتور شادي بصراحه لانك انت حكيت قضيه خطيره جدا. دكتور شادي ابو الكباش المحاضر الجامعي في جامعه النجاح الوطنيه في قسم علم النفس، شكرا كثير لك على جرأتك بصراحه معنا في هذه المقابله، وبحييك ودائما راح تكون ان شاء الله ضيف تطل علينا بهذه الطله البهيه ودائما بعباراتك الايجابيه والجريئه، شكرا كثير لك. وبصراحه انا بدي اكرر شكر للدكتور شادي واقول الدكتور شادي طرح أمر جدا مهم، وهو أن نكون أكثر جرأة في وضع قوانين صارمة. خلينا نشوف الدول الغربية إيش بتعمل مع الناس اللي بيعتدوا. ممكن في ناس ما بتعرف أنه إذا أنت بتصيح على ابنك في بعض الدول الأوروبية في قوانينها الصارمة بتجي لك الشرطة عمي وبتعتقلك وبتأخذ الولد منك، بل تحرمك من مشاهدته وبتعمل له تبني لعائلة أخرى قد لا تعرف من هذه العائلة وين راح ابنك. في كثير من الدول الأوروبية شرعت قوانين إنه إذا أنت بتلطم خد ابنك
تتعرض أيضا للمحاسبة وتتعرض للسجن وبتتعرض كمان للعقاب الشديد لأنك في النهاية اعتديت على أبنائك. في قضايا حقوق المرأة وقضايا حقوق الأسرة لما بيكون الآباء بيمارسوا الاعتداء والاضطهاد، نعم القوانين الصارمة بتساعدنا كثير يا جماعة الخير في ضبط سلوكنا وضبط انفعالاتنا. القوانين الصارمة لما يكون فيها جرأة حقيقية وقوانين معدة بشكل سليم وسوي هي بتعمل على تعديل سلوكنا في اتجاه شو هو؟ في اتجاه نغير من نمطنا ونغير من اعتدائنا. الدكتور شادي أشار لموضوع التنشئة الاجتماعية اللي دائما بنحكي عليها، حتى ما يكون كلامنا يعني تنظيري وكلامنا يكون علمي بحت، خلينا نكون نحكي بالواقعية. بالواقع احنا عندنا هذا العنف بنمارسه، هذا العنف اللي بمارسه الأب أو الأم أو المجتمع بشكل عام، مرات احنا منبرر له، سامحوني معلش تحملوني يعني، احنا منبرر دائما العنف، نيجي بنقول مضغوطين، مقهورين، بتفشش فيه. بعض الأمهات يا جماعة الخير بتقول لي دكتور والله أنا فشيت قلبي فيه، أنا مش ممسكتش حالي فضربته. الأب بيجي بقول لك والله ما أنا كنت مضغوط بالشغل وبتعرف قديش الشغل فأنا ممسكتش حالي فضربت الولد. كثير من الأبناء بتعرضوا لضرب واضطهاد وللأسف الأمر مش بس نفسي كمان جسدي، وهذا كمان من أنواع العنف. بما أنه احنا حكينا عن العنف اللفظي وحكينا عن العنف النفسي، كمان العنف الجسدي، الضرب والاضطهاد الذي يمارس في حق أبنائنا اليوم يؤثر في بناء شخصياتهم زي ما حكينا، بل يجعلهم أبناء غير قادرين على أن يكون لديهم قرارات سوية. مش بس هيك يا حرام، الابن اللي بتعرض لهذا الضرب هل هو بيسترجي أو يجرؤ أن يقول من ضربه؟ كثير من يعني زملائنا وأصدقائنا أطباء في المستشفيات الحكومية وغيرها بقول لك بيكون الأب جاي بالولد وإحنا بنعرف تماما أن الولد متعرض لضرب، ما هي الضربة مبينة في وجهه، ضربة مبينة بجريه وإيديه، ولكن يا جماعة الخير هذا الضرب اللي بتعرض له أبنائنا وبتعرض له يعني أولادنا بيكون الدكتور عارف تشخيصه. مشان هيك خلينا نروح لموضوع الإجراءات القانونية والقانون ونشوف شو واقعنا في موضوع العنف، ويكون معانا على التليفون سيادة المقدم أمجد فراحته. يسعد مساك. يسعد مساك ومساء مشاهديك الكرام. يعني سيادة المقدم أمجد، إحنا دائما بخبرتنا الشخصية وعلاقاتنا الشخصية معك دائما نعرف أن الجرأة هي أحد سماتك وصفاتك الشخصية. بصراحة خلينا مع بعض نحكي عن موضوع العنف في المجتمع، وإنت بحكم عملك في الشرطة وتحية لك ولكل يعني الرجال العاملين على تثبيت الأمان في مجتمعنا، شو واقعنا في موضوع العنف؟ وين إحنا في موضوع العنف وتحديدا العنف في المجتمع؟ يعني بداية أبدأ من الملاحظة البسيطة، العنف في المجتمع يتناسب تناسبا عكسيا مع الثقافة المجتمعية. نعم. كلاهما يسير بالاتجاه المضاد للآخر، فإذا ارتفعت الثقافة المجتمعية والوعي المجتمعي والتربية الصحيحة قلت نسبة العنف داخل الأسرة. رائع. هذا تناسب عكسي ما تشاهده وملاحظه من جميع القضايا التي نتعامل معها. في النقطة التالية التي أتحدث عنها أنه احنا منذ عام 2008 أسسنا في الشرطة الفلسطينية وحدة حماية الأسرة والأحداث للتعامل مع كل ما يخص الأسرة من مشكلات، ويعتبر الأحداث الذين يخوضون أو يقعون ضحايا أو مجرمين في هذه الأحداث هم أحداث في خلاف مع القانون، اصطلاحا هم أحداث في خلاف مع القانون أو أطفال في خلاف مع القانون. نعم. والشق الآخر من هذه الوحدة هو ما يهتم بشؤون الأسرة، وعلى الأغلب هذه شؤون الأسرة التي تقع تحت سقف واحد، وبها غالبا ما يكون على رأس هذه المشاكل المشاكل الزوجية بين الزوج وزوجته والتي تنعكس سلبا على الأطفال. سيادة المقدمة ما أقطع عليك، بس عندي سؤال يعني دائما ممكن يدور في ذهني وذهن كل المشاهدين، بالقياس هل الأرقام في تصاعد، أرقام العنف سواء كانت من الأحداث أو حتى في موضوع العلاقات الزوجية، هل الأرقام للأسف بتصاعد ولا الأرقام قاعدة بتعطينا مبشرات إن العنف قاعد بينزل؟ وبجرأة بصراحة. لا، بجرأة الأرقام في تصاعد. في تصاعد. بجرأة أكثر. الثقافي
المبنية عليها التربية الأساسية داخل البيوت من خلال مشاهدتنا وقراءتنا للإفادات والمشكلات التي تصل لهذه الوحدة. نعم. هذه الأرقام أولا الأحداث هذه بتصاعد أحداث العنف داخل الأسرة، هناك أسباب كثيرة لهذا التصاعد، من ضمنها اختلاف المنظومة الأخلاقية للمجتمع، من ضمنها ازدياد عدد أفراد المجتمع، من ضمنها ازدياد الثقافة، ثقافة التربية المنزلية وثقافة التعامل المنزلي ما بين الأزواج واحترام كل منهم للآخر أو احترام منهم كلهم لدور الابن أو لدور الأبناء. هذه العناصر كلها تدخل في هذه الدائرة. وبعد ذلك هناك عناصر قانونية تدخل. نعم. في الدائرة المجاورة لهذه الدائرة، بحيث اللي هي بدخل في إطارها العقوبات القانونية، الإجراءات القانونية المتبعة، الإجراءات المجتمعية التي قد تتخذها الشرطة. الشرطة قد ترى من الواجب عليها أن تحل مشكلة قبل أن تحيلها إلى الإجراء القانوني، فممكن تحلها قبل ما تروح للنيابة أو تروح للمحكمة 100%. وهذا الإجراء المجتمعي اللي أنا أتحدث عنه التي تقوم فيه دوائر حماية الأسرة قد ترى من الأنسب. نعم. أو من الأكثر صلاحا للأسرة أن تقوم بحل الإشكال بالطرق الودية بدلا من إحالته إلى الطرق القانونية وإحالته إلى النيابة وإلى المحاكم. طب سيادة المقدم، عندي سؤالين هون بعد إذنك. السؤال الأول، هل لدينا قوانين صارمة باتجاه من يمارس العنف في حق أبنائه؟ وهل هاي القوانين مفعلة في مجتمعنا ولا لا؟ والسؤال الثاني اللي هو مرتبط فيه بناء على اللي تفضلت فيه من معلومات، هل ما ترى يعني حسب تجربتكم بصراحة واطلاعكم المباشر، انه هل الاولى انه منحل المشكلة بالشكل الودي السوي من باب نعدل سلوك، ولا ممكن نروح للمحكمة والمحكمة ممكن تحل؟ ما هو الاجدى والافضل؟ بس جاوبني على السؤال الاول بعد ذلك، اللي هو عندنا قوانين صارمة في هذا الاتجاه؟ لان الدكتور شادي ابو الكباش اشار انه وجود قوانين قد تحد من عملية العنف اللي موجودة في المجتمع. لا، القانون موجود وموجود وصارم. 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 وتأخذ به المحاكم. هذا القانون في لحظة ما، وما الفلسفة من وضع قانون ما؟ أي قانون بدنا إياه. نعم. ما الفلسفة من وضعه؟ الفلسفة من وضعه تجنيب المجتمع سلبيات الإجراء أو السلوكيات المتبعة من هذا الجرم. تمام. فبالتالي لما بنجنب المجتمع هذه السلبيات وضعنا هذه القوانين. إذا ارتأيت أنت كقائم على تطبيق القانون بأن التطبيق سيأتي بسلبية أكبر من النص، فمن الأفضل لك عدم التطبيق أو إيجاد طرق مجتمعية بديلة. جميل، هذه روح القانون معناته. وهو تماما هذا قانون تحديدا ما يتعامل به مع حماية الأسرة. جميل. ومع الأحداث هو روح القانون، لأنها معظمها مشاكل أسرية. يجب أن يكون لدى المحقق أو لدى المحقق في الشرطة مساحة كبرى من التعامل المجتمعي في روح القانون. إذا بده يلتزم في نص القانون ستجبر، أو عفوا مش ستجبر، سيكون هناك إجراءات من طرف المشتكين والمشتكى عليهم، أو سلوكات. نعم. قد تنعكس سلبا وعدوانية على بعضهم، يعني تصل مثلا حالة ضرب بسيطة إلى حالة طلاق. صحيح. أو أن تصل حالة طلاق بسيطة بالمعروف إلى حالة إيذاء من كل طرف إلى الآخر، أو التشهير به. تمام. أو قد تصل أن ذوي هذا الطرف قد يعتدوا على ذوي ذلك الطرف بعد الطلاق. طيب. كل هذه الإجراءات أخذها الشرطة، ومعها حقيقة سلسلة من المؤسسات المجتمعية التي تعمل، مثل المحافظة والشؤون والتنمية الاجتماعية والدور والمؤسسات التي تعنى بشؤون. طيب. الأسرة. سيادة المقدم، بأقل من دقيقة بعد إذنك، ما هي التوصية؟ يعني بحسب عملكم واطلاعكم ومشاهداتكم، يعني بأقل من دقيقة، ما هي التوصية وهذه رسالتنا حتى نكون جريئين في طرح القضايا بمجتمعنا؟ ما هي التوصية من خلال طبيعة العمل اللي بتمارسوه، وماذا نقول لمجتمعنا؟ طيب، بما أن المجتمع يتغير وبشكل سريع، والمنظومة الأخلاقية تتغير مع هذا المجتمع حتى تتناسب مع التطور الذي يحدث، ما نرى أن يكون هناك وعي أكبر لدى المؤسسات المجتمع المدني المعنية في التعامل مع الأسرة، مع الأسرة
والمشاكل الأسرية برفع الوعي لدى الأزواج قبل أن يتزوجوا. تمام، يعني أنت تتفق على قضية أنه لابد أن يكون الأزواج مؤهلين قبل عملية الزواج، بحيث يدخل كل زوج من الزوجين إلى البيت الجديد وقد عرف كل منهما الآخر وسلوكيات الآخر وكيف سيكون وضع المستقبل في التعامل ما بين الزوجين. أحسنت، لا يخلو بيت من المشكلات البسيطة أو غير البسيطة، إذ لا يخلو أي بيت من طبعين مختلفين. صحيح. في داخل المنزل أو صحيح أكثر. صحيح. إذا كان هناك أنا بدي أشكرك سيادة المقدم أمجد فرحتي مدير عام العلاقات العامة في شرطة محافظة نابلس، بدي أشكرك على مداخلتك الجميلة والرائعة، وبدي أشكرك كمان على إضافتك المهمة، ولعل هاي الإضافة اللي تفضل فيها سيادة المقدم كمان بتدللنا يا جماعة الخير، الوعي والتأهيل. ولكن خلينا نحكي بقضية خطيرة جدا أشار إليها سيادة المقدم، وهي قضية الثقافة. في يوم من الأيام أنا وقفت في أحد المواقع لأتحدث عن قضية العنف ومشاكل العنف، وكنت أقول دائما ما تعلمناه في السيرة النبوية وفي الصحيح من السيرة، وما كنا نسمع أيضا من علمائنا في نقلهم لحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنه بعض الناس كلمتان قد يلقي الإنسان كلمة لا يلقي لها بالا تودي به بالنار 70 خريفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كلنا بنسمع هذا الحديث، كلنا بنفهم هذا الحديث، إنه أنت ممكن تحكي كلمة هذه الكلمة مش محسوبة ممكن توديك لجهنم، لكن ما حداش خطر في باله، وأنا هذا الإشارة المهمة، إنه إحنا مرات يوميا نمارس كلمات بتودينا للنار. لما يا جماعة الخير، وهذه قضية الثقافة الخطيرة في مجتمعنا، لما بعلم ابني أضرب وغمق الجروح وآخرتها للصلح، لما بربي على ابني على إنه أضرب اللي ضربك، ولما بربي ابني أضرب وكسر اللي مد إيده عليك وبل راس ماله فنجان قهوة، للأسف الشديد هذا الخطر الشديد اللي بيعانوه. لما أنت بتعلم أولادك على أنه أضرب وغمق الجرح وآخرتها للصلح، أنت تصنع ابنا عنيفا قد يقتل البشر وقد يقتل الإنسان. ما بينتبه بعض الآباء والأمهات أن هذه الممارسات الخطيرة هي اللي بتدمر مجتمعاتنا. ما بينتبه بعض الآباء والأمهات لما بيعلم أولاده على هذا العنف وبتنشأ على الاعتداء وعلى الاضطهاد، بيجعل أبنائنا في وضع خطير جدا. وهذا ما أشار له سيادة المقدم، أن الأرقام في ازدياد، وهذا الشيء الصادم. ونعم، كل الأرقام بتقول إنه العنف يزداد والاعتداء يزداد، المشاكل تزداد، المشاجرات تزداد، بل أن رمضان وهو الشهر الحصر الذي يأتينا من الله لندخل به الجنة تزداد فيه المشاجرات ويزداد فيه الاعتداء. ولكن حتى نكون أكثر جرأة وندفع عن ديننا الشبهات، لأنه بتعرف بنتعرض كثير للشبهات، خليني أخذ يعني فضيلة الدكتور سعيد دويكات المحاضر في كلية الشريعة في جامعة نجاح وطنية. سلام عليكم فضيلة الدكتور. وعليكم السلام يا دكتور محمد. دكتورنا، احنا اليوم حديثنا بكل جرأة في هالبرنامج عن موضوع العنف الأسري، ولكن أنا بصراحة السؤال الذي سأكون جريء فيه معك، وأنا عهدتك جريئا في الإجابة، هل الإسلام هو إسلامنا عنيف؟ وهل وخصوصا في قضية عنف المرأة وضرب المرأة لما يتصدر كثير من الناس، أو ضرب الطفل على موضوع الصلاة؟ وبتعرف بعض الآباء للأسف الشديد بيبرر لحاله إنه لما ضرب ابنه مو عشان يصلي، وطبعا لما بضربه بكسره وبيطبش الولد، فهل الإسلام بريء من هذه الأفعال أم في عنا عنف؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر الدكتور محمد وأشكر فضيلة النجاح على هذه الاستضافة الكريمة، وأحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. بالنسبة خلينا نفصل بموضوعين، بموضوع المرأة بموضوع الطفل، ونبدأ بموضوع الطفل. يعني موضوع الطفل من الواضح أنه الإسلام أكثر ما أوصى على الأطفال الصغار والكبار، وأوصى دائما بحسن المعاملة، إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إذن هو دين أصل الرحمة وليس فقط للمسلمين بل لكل. أنا بدي أطلب منك تعلي صوت بزيادة دكتور بعد إذنك لو تكرمت. السمع، تعلي صوتك بزيادة لو سمحت. نعم، يعني الإسلام جاء دين رحمة للعالمين وليس فقط. جميل. للمسلمين، لكل الناس، مسلم غير مسلم، يهودي نصراني مجوسي مسيحي، كل حدا ما عندهش دين هو بأصله دين رحمة، فبالتالي الرحمة نقيض القسوة ونقيض العنف ونقيض الضرب. لكن أحيانا واضح أنه في بعض الأمور تحتاج إلى بعض الترغيب وبعض الترهيب. نعم. فبالتالي يعني الله سبحانه وتعالى أقام الدنيا والآخرة أصلا على ميزان الثواب والعقاب. جميل. ميزان الترغيب والترهيب، لأنه من لم يستقم بالترهيب يستقيم بالترغيب والعكس صحيح.
فلذلك لما نيجي نقول مثلا الضرب على الصلاة، الضرب هو للتأديب وليس للتعذيب، وإلا فالإنسان أصلا ليس مكلفا قبل سن البلوغ. هل في كمية معينة دكتور ولا مطلق مطلق الأمر؟ نعم، هل في حد معين للضرب ولا مطلق اضربه خلاص؟ الحد أصلا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما تحدث عن الضرب، نعم، قال اجتنب الوجه، نعم، وقال إنه يجتنب الأماكن الحساسة، وقال لا تقبح حتى بالكلام أيضا. لا تقبح. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول خدمت رسول الله 10 سنوات فما قال لي أف قط، الله، كلمة أف ما طلعت منه، ما رأيته صرخ في وجه خادم ولا امرأة ولا طفل. الله، أنت متخيل هذا القدوة، هذا اللي نزل عليه القرآن، وخير من فهم القرآن وخير من طبق القرآن، لم يصرخ في وجه امرأة ولم يصرخ في وجه الطفل، وما قال لأحد منهم أف قط. وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم توضح ذلك. إذا موضوع الضرب هو فقط للتأديب لدلالة الطفل على أنك أنت قصرت في أمر عظيم، وليس للتعذيب. جميل. وليس للانتقام. جميل. وليس للقسوة، فقط هي دلالة شيء معنوي على أنك أنت قصرت. هذا الكلام شو عرفنا فيه نربطه في موضوع الضرب مع المرأة. نعم. الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن الضرب كثير من الناس يستشهد بهذه الآية للأسف، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. أول شيء خلينا نأخذ الآية واحدة واحدة. يا ريت. الحديث ليس عن أي امرأة. صحيح. الحديث عن المرأة الناشز الغير سوية. النشوز في اللغة، النشوز أخي الدكتور محمد، النشوز في اللغة هو الارتفاع. الارتفاع معناها التعالي، معناها امرأة لا تحترم زوجها وبيلها بالعميزة، احنا بنقول مش شايلته من أرضه، مش شايلته بمعناها لا تسمع له قول وتتكبر عليه ولا تعتبر ولا تعتد. نعم. هذه المرأة كيف يتم التعامل معها؟ فعظوهن. الوعظ هو القول البليغ المؤثر، وعظوهن فيها تشديد معناها في تكرار مرة ومرتين وعشرة وعشرين. نعم. الأخرى فهجروهن في المضاجع، النقطة الثانية. ولاحظ انه ما قال ما واهجروهن من المضاجع، قال في المضاجع. اذا تدرج. يعني نعم، يعني بنفس الفراش، يعني بس يدير ظهره فقط لا غير، عشان يسمع بس يعني الازواج، ما يطلع لغرفه ثانيه حتى ما يخليها تكسر نفسها وتلحق وتترجع. يعني مجرد انها بس تدق وخلص يا ابن الحلال وبرجع بالفراش نفسه. انت بتحكي عن امراه ناشز يحرص الإسلام على مشاعرها إنما تتأذى وتلحق وتترجع. الله الله. واضربوهن، ابن عباس اللي الرسول سماه قال عنه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نعم. قال اضربوهن بمنديل أو بسواك. منديل أو سواك. منديل أو سواك، مش عصا وقصص. لا لا، المنديل أو السواك شو العبرة؟ العبرة ليس الإيذاء، العبرة إنه بدي يقولها وصلتيني لمرحلة أرفع إيدي. أيوة. وصلتيني لمرحلة أرفع، وهذه عندي اللي بفهم أبلغ من الضرب. صحيح. إذن هو الموضوع نفسي وليس حقيقي، لكن لما اليوم بدك تيجي تطلع جيب لي نسب من العالم الغربي اللي بين قوسين بنسميه متحضر، شوف لي كم في ملجأ للنساء المضروبات. مليان. 54% من النساء في أمريكا نفسها تقتل على يد الزوج أو العشيق. صحيح. صحيح. استعرض النتائج، روح اكتب بالانجليزي بتطلع احسن من العربي مع الاسف، يعني صحيح صحيح. عندهم الاحصائيات، اكتب عن الضرب وعن الاعتداء وعن القتل في المجتمع الغربي وطلع النسب المرعبه. صحيح. الان اذا احنا عندنا الموضوع ليس موضوع اهانه وليس موضوع ضرب، الموضوع بالتفاهم. طيب. الموضوع يحل انه اللي عندك واللي عندي ونوصل لها. طيب. حل وسط. دكتور اذا تسمح لي بدي اسال سؤال مهم جدا بحسب تخصصك، يعني وانا بشكرك على التوضيح انه منديل مش يعني مش قنديل، يعني في النهايه الناس فاهم المصطلحات، ولكن الا تظن انه حقيقه احنا كمسلمين ممارساتنا كمان ممارسات غلط؟ صحيح ان المجتمع الغربي اكثر عنفا وعنده اعتداء وقتل وانتحار وغيره، لكن خلينا نتحدث عن انفسنا كمجتمعات مسلمه وعربيه. الا نمارس نحن في بيوتنا للاسف الشديد العنف؟ ومرات في بعض الاباء والامهات يعني يتخذ ذريعه ان فهمه المغلوط كما تفضلت بيأثر على بنائنا ومجتمعنا وبيوتنا، وليس هذا ما يخالف ديننا كما تفضلت؟ أخي العزيز، إحنا عندنا خلينا نكون برنامجك اسمه بكل جرأة. صحيح. صحيح. ونحكي بكل جرأة. إحنا عندنا انفصام شخصية. شكرا. إحنا عندنا انفصام، إحنا عندنا الدين شيء وإحنا شيء آخر. صحيح. إحنا أسأنا للدين بحمل اسمه، إحنا ديننا مظلوم، مش بس إحنا مرات عندنا نظرية المؤامرة هي صحيحة.
في تآمر على الدين وتآمر على المسلمين لكن إحنا لا يقل إساءتنا للدين عن اللي بتآمروا على الدين. للأسف إحنا عم بنقدم نموذج مغلوط ونموذج مشوه للدين. هل الدين اللي قدمه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته هو الدين اللي نقدمه إحنا اليوم؟ يا ريت تقول لي جوابنا هيك. لا هذا واضح إنه إحنا فرق شاسع بيننا وبين الدين وبين تعاليم الدين. إحنا نظلم المرأة باسم الدين، نحرمها من الميراث باسم الدين، نضطهدها باسم الدين، نتشطر على بعض باسم الدين، نظلم بعض باسم الدين، بننافق باسم الدين، بنتخاذل باسم الدين، بنخون باسم الدين، بنسيء المعاملة باسم الدين. الدين عندنا شماعة لما ما ندور حوالينا ما لك إشي، نتحمل فيه مسؤولية الخطأ بروح شماعة معلقين عليها أخطائنا. وهذا يجب أن نكون صرحاء مع بعض، الدين بريء من كثير من تصرفاتنا إما لجهلنا وإما لقصدنا. لكن برجع بقول إذا في قوانين السير كثرت حوادث السير تستدعي إعادة النظر في المركبات وبالسائقين ولا في تغيير قوانين السير؟ يعني الحوادث اللي بتنتج عن قطع الإشارة الحمراء، نغير الإشارة الحمراء ونلغي فاعليتها ولا نعلم السواقين إنهم يسوقوا صح؟ بدنا نعلمهم يسوقوا بالضبط. القوانين الإسلام صحيحة بحاجة لمن يطبقها. أحسنت. إحنا اللي بحاجة نغير سلوكنا مش الإسلام اللي يتغير. الخلل ليس في الإسلام ولا في قوانينه، الخلل فينا إحنا. بس إحنا بحاجة نبقى صرحاء شوي مع بعض. صحيح. وجريئين مع بعض ونقرر إنه في عندنا غلط ولازم نغيره. إذا اعترفنا إنه في عندنا غلط هي قطعنا نص الطريق، النص الثاني التصحيح. أحسنت أحسنت. أنا بدي أشكرك فضيلة الدكتور سعيد دوكات المحاضر في كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطني، بدي أشكرك على جرأتك وأنطلق من النقطة اللي ختم فيها الدكتور سعيد دوكات في حديثه. خلينا نكون صرحاء، نحن نعاني من انفصام في الشخصية بصراحة. نعم يعني نحكيها بجرأة، نعم إحنا بنعاني ما بين ما هو ما نطبق وما نفعل، نعاني ما بين ما يعني ننظر على بعضنا كمجتمعات للأسف الشديد أو كأشخاص، وما هو التطبيق الواقع على الأرض. للأسف وبكل جرأة أقول إحنا نمارس أخطاء غير عادية من هذا الموضوع، لأننا نمارس العنف بتطبيق سيء وغير مقبول. أنا بدي أشكر كل متابعينا مشاهدينا الكرام على مشاهدتكم وعلى متابعتكم، كمان أشكر ضيوفي اللي كانوا معاي في هذه الحلقة الأولى من برنامج بكل جرأة. أيضا تابعونا إن شاء الله في الحلقة القادمة على نفس الموعد وعلى نفس هذه الشاشة المتميزة، شاشة فضائية النجاح. ألقاكم بكل خير وبكل جرأة. دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.